السبيرولينا هي مكمل غذائي طبيعي يتميز بكونه غني بالعناصر الغذائية، يحتوي على 50 إلى 70% من البروتين. هو مصدر استثنائي للأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3 وأوميغا 6 والعناصر النزرة والمعادن الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والزنك، كما أنه غني بالفيتامينات B1, B2, B3, B6, B9, D3 وE، خاصة البروفيتامين A، بيتا كاروتين والفيتامين B12 والأحماض الأمينية الأساسية. يحتوي كذلك على مضادات الأكسدة القوية بفضل الفيكوسيانين وSOD. يمكن هذا المكمل الغذائي من تقوية الجهاز المناعي، حماية خلايا الجسم من التأكسد، مكافحة فقر الدم واستعادة النشاط بعد مجهود بدني، كما يمكن أيضا من التقليل من الكوليسترول وإزالة سموم الجسم. نستعمل من 4 إلى 6 كبسولات في اليوم مع كوب كبير من الماء، ويفضل تناولها في الصباح وعند الظهيرة قبل الوجبات مع اجتناب تناول الشاي أو القهوة معها. لا يستعمل للأطفال الأقل من 2. لا تستهلك سبيرولينا من طرف الأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي وارتفاع مستوى الفيريتين في الدم ومرض النقرس وكذلك بيلة الفينيلكيتون وهو مرض نادر. ننصح ألا تتجاوز الجرعة اليومية الموصي بها ولا تحل المكملات الغذائية محل نظام غذائي متنوع ومتوازن ونمط حياة صحي. أغذية صحة لنا. We'll be right back.